انا مي حسن قناتي بيور فودز آه، النهارده بقى عامله لكم طاجن حكايه طاجن لحم الماعز بالخضار آه، آه، تعالوا بقى ندخل على على المقادير بتاعتنا على طول تمام انا جايبه اتنين كيلو لحم ماعز غسلتهم كويس وطبعا حاطه ميه تسخن عشان اسلقها بس انا بعشقها بصراحه بقى يعني بحب لحم المعز جدا هي والضاني الاثنين لهم طعم مميز جدا بالذات في الطواجن تمام ما سخنه حطيت بصلايه وهنزل بال باللحمه بصوا خليكم بالكم من حته القلب دي عشان هقلب عليها الدنيا وهاخدها من الصينيه برضو انا بحب القلب جدا لما يكون مسلوق معي تمام انا احط كده الكميه كلها واحط بهارات طبعا ما بحطش ملح على اللحمه واغطيها واسيبها كده شويه لحد ما تستوي براحتها تمام هحط معلقتين فلفل اسود صغيرين خالص واحط ورق لورا واسيبهم بقى يسلقوا مع نفسهم كده شويه ونخش على المقادير بتاعتنا بتاعه الخضار بصوا بقى الجمال والحلاوه <applause> الالوان كلها عندنا آه عندي بسله كنت مفرزاها من قبل كده وبطاطس إن البطاطس فريش مش مش مفرزاها وكميه ثوم محترمه ان انا هعمل صينيه كبيره آه وجزر فريش متقطع ترانشات وكوسة فريش جميلة خضرة وحلوة كده <applause> آه، بصوا وبصوا بقى التكادي شوية بصل حلوين يعني اربع خمس بصلات وتتعاكيهم جامد بفلفل اسود وشوية خل وتتعاكي فيهم لحد ما يتبلوا شوية وتسيبيهم حبة على جنب البهارات بتاعتي ملح فلفل اسود كمون آه، في حاجات مش طحناها طحنة جامدة زي الفلفل الاسود والكمون آه، وفي البابريكا وفي الكاري وطبعا شوية طماطم كده محترمين حوالي كيلو طماطم معصور من غير من غير ميه يعني عاملاه في الكبه عشان ما احطش عليه ميه خالص هجيب بقى صينيه كبيره واحط معلقتين سمنه كبار من معلقه الخشب هي دي طبعا وجبة عائلية او لو عندك عزومة او عدد في البيت ما شاء الله كبير فممكن تعملي في الصواني الكبيرة دي كميات هتبقى جميلة جدا معاكي وجربيها وهتعجبك ان شاء الله الوصفة دي جدا هنزل بقى بالبصل والثوم البصل اللي انا عملته زي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها يخلي والله ريحه اللحم الماعز تجيب اخر الدنيا يعني نعمله الطريقه دي في اي صينيه على فكره مش لازم يعني ممكن صينيه بطاطس هتبقي جميله جدا في صينيه البطاطس دي تكايه حلوه كده اتعلمتها من ماما بتخلي ريحه الصواني حكايه <متصفيق> <متصفيق> تمام هنزل بقي بالثوم كمية طمح كده حلوة هتخليك ريحة الطاجن جميل جدا وطعم كمان خدي بالك التوم ما يتحمرش عشان ما يتحرقش انا بقلبه كده تقليبه مع البصل وبعد كده هنزل بالبهارات على طول تمام آه كده هنزل بصوا بقى البهارات بتاعتي الجميله البابريكا والكاري والكمون والفلفل والملح هقلبهم كويس قوي بصوا المنظر نفسه آه يفتح النفس قوي يعني منظر وطعمها جميل جدا والله هتعجبكم جدا هنزل بقى عليها آه باللحمه اللي انا سلقتها على فكرة ممكن تعمليها بأي نوع لحمة ولو ضاني كمان هتبقى جميلة قوي وحركة تشويح البهارات بتبقى أفضل من أنك تحطيها على, الأكل على طول لأنها بتطلع كل الروايح الحلوة والنكهات بتاعت البهارات في الصينية كده أنا بنزل باللحمة انا هسجل لكم صوت الطشه كده مش مش هشيله في المونتاج عشان تحسوا معايا بحلاوه الصينيه الصوت حتى ممتع يعني صوت الطشه دي ممتع بصوا شكلها ما شاء الله جميل ازاي انا من عشاق لحم الماعز ولحم الضاني يعني بعشاهم جدا بصوا انا كده بدور على حته القلب اللي انا سلقتها هتجنن أطلعها مش لاقياها اه بصوا لقيتها اهي <applause> اهي هطلعها <applause> على فكرة اللي انا عامله لكم فيديو اللحم الماعز بس تقدري تعمليه صينية كده من غير خضار ده هنزله لكم لوحده وممكن بقى تكملي زي ما هكمل كده بالخضار هنزل بقى بالخضار واحده واحده هحط اول حاجه الكوسه وبعدين الجزر وقلب وبعد كده هنزل بالبطاطس والبسله البسله هتفك فى الطاجن يعنى عادي مفيش مشكله انك تحطيها حته فيها جامده هتفك دلوقتى ابدا بقى اقلب فيهم كويس وقلب كويس قوي هنزل بقى بالطماطم بعد ما قلبت تقليب كويس قوي وهقلب تاني انا طبعا حاطه البهارات في الاول فمش هحط طبعا بهارات تاني انا كده بقلبها كويس وبقلب كويس قوي بصوا منظرها بجد يعني يعني كلمه يفتح النفس دي كلمه قليله الفيديو ده للاسف انا منتجته كله فمش هتلاقوا فيه صوت الطشه والحركات دي هتلاقيه في الفيديو التاني اللي هو بتاع لحم الماعز بالبصل ده هنزله ان شاء الله بكره هتسمعوا بقى صوت طشات كده وطقطقه وحاجات جميله جدا في في الصينيه هو عامه الخضار انا بعشق الخضار حتى معظم فيديوهاتي هتلاقوا فيها خضار بنسبه كبيره ما بميلش المعجنات قوي يعني هتلاقيها قليله جدا في القناه ومش هنزل برضو معجنات كتير انا بميل للخضار قوي لان هو صحي اكتر بصوا ده شكل الصينيه هيستوت نص سوا كده والريحه بقى ما اقولكوش <applause> انتوا جربوها وهتشموا الريحه وهتشوفوا الشكل كل اللي انتوا شايفينه ده هتحسوا هتحسوا بيا كده وانا بسجل ريحتها فعلا جميله جدا البهارات الكاري والبابريكا مدين لون حلو قوي وريحه جميله جدا وكمان طعم حكايه انا كده خلاص حطيتها في الفرن بقى اخدت وش وهبدا بقى اقدمها ده كده الشكل النهائي بتاع الصينيه بتاعتي لحم الماعز بالخضار قدمته مع سلطه بنجر بكرنب اللي هو بتاع السلطه والجزر طبعا والبصل ومع رز ابيض بالشعريه وخلاص كده مش محتاج اي حاجه تاني جنبه آه يارب الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم آه ياريت لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد آه هتوحشوني وأشوفكم على خير